100,000 طالب وطالبة يبدأون الدراسة شرق النمسا. وزير التعليم يشدد على ضرورة تعزيز توظيف المعلمين بسبب النقص الهائل. الداخلية تعتزم فرض عقوبات أشد على نشطاء المناخ. مجهولون يفجرون جهازي صراف آلي وسط النمسا. تسجيل أعلى عدد للملتحقين بالشرطة النمساوية في تاريخها. ومجهول يضع رأس خنزير أمام مسجد في مدينة كيرات. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على نمسا ميديا لهذا اليوم. بدأ العام الدراسي الجديد اليوم في شرق البلاد في فيينا وولايات النمسا السفلى وبورغلاند، فيما ستبدأ في باقي الولايات بعد أسبوع. وشهد هذا العام زيادة طفيفة في عدد التلاميذ في الصفوف الأولية بمجموع حوالي 97,000 طالب، حيث يجلس حوالي 42,500 تلميذ في المدرسة الابتدائية للمرة الأولى بزيادة 1.7%، وزيادة متوقعة في المدارس الإلزامية الأخرى. وستنتهي العطلة في باقي الولايات في 11 من سبتمبر لتشمل حوالي 502,000 طفل وشاب. أكد وزير التعليم النمساوي مارتن بولاشيك إمكانية عقد جميع الساعات المدرسية في العام الدراسي الجديد على الرغم من نقص المعلمين. وقال بولاشيك في مؤتمر صحفي أنه من الأفضل عدم الكشف حاليا عن حجم العجز في عدد المعلمين في النمسا، مشددا على تعزيز مهارات القراءة. وأضاف أن 600 شخص تم تعيينهم حديثا في التدريس من مهن أخرى، وأن نسبة 10% من المعلمين ليس لديهم درجة علمية ذات صلة، موضحا أن الوزارة ستركز على تعزيز مهارات القراءة لتحسين الأداء في هذا المجال. Wir haben, wie gesagt, bei 120.000 Lehrerinnen und Lehrern nicht die Garantie, dass auch alle wirklich heute an diesem Arbeitstag in die Schule kommen, aber wir halten alle Unterrichtsstunden. Eine Zahl, wie viele Lehrer. أعلن وزير الداخلية النمساوي جرهارد كارنا عزمه توزيع وتسهيل إجراءات الإقامة للأوكرانيين الفارين من تداعيات الحرب لفترة طويلة. وأكد الوزير تجديد الإجراءات ضد نشطاء المناخ بسبب أنشطتهم العدوانية وقطع الطرق، حيث تم اعتقال 500 شخص وتقديم 2300 بلاغ بشأن حملات ملصقات المناخ هذا العام. وأوضح أن العقوبات الحالية ليست كافية ويجب تجديدها في بعض المجالات لضمان فاعلية الإجراءات القانونية، فيما قام الناشطون اليوم بقطع الطرق في 6 مدن بما فيهم فيينا. تعرض جهاز صراف آلي في النمسا السفلى للتفجير والنهب في حادثين منفصلين خلال يومين. وقد وقع التفجير الأول صباح يوم الجمعة في هولابرون، ونتج عنه أضرارا بالغة إضافة لسرقة مبلغ غير محدد. أما الحادث الثاني وقع منتصف ليلة الأحد في فيين فيرتل، حيث يشتبه بأن الحادثين متتاليين، فيما تشير تقارير إلى مشاركة عدة أشخاص في العملية. وقد تولت إدارة الشرطة الجنائية في النمسا السفلى التحقيق، حيث لا يوجد حتى الآن أي معلومات عن الجناه. أعلنت وزارة الداخلية أن تنفيذ إجراءات التوظيف في مجال الشرطة في النمسا ناجحة، حيث شهدت اهتماماً بزيادة 3 مرات. وأظهرت الإحصائيات أن هناك زيادة في عدد المتقدمين مع تقديم 1068 طلباً للالتحاق بالشرطة في يونيو 2023 وتوظيف أكثر من 1100 شرطياً العام الحالي، في حين توضح التحديثات التي تم تنفيذها في الإجراءات تحسينات في الرواتب ومميزات للموظفين. وقد وصل العدد الحالي لرجال ونساء الشرطة ل 32,000، وهو أعلى مستوى سجل في تاريخ النمسا. تعرض مسجد في مدينة جراتس لاعتداء من مجهولين مساء الأحد، حيث تم وضع رأس خنزير أمام مدخل المسجد. واستلمت الشرطة بلاغا حول الحادث وبدأت التحقيقات، وقد حدد وقت الحادث بين 8:40 و9:40 مساء، فيما لم يتم العثور على أي أضرار أخرى. ويجري مكتب الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب
تحقيقا للكشف عن هوية الجناح. ويجدر بالذكر أن مسجدا في غراتس تعرض لحادث مماثل قبل 7 سنوات وتم محاكمة المشتبه بهم في العام 2020. برأيكم ماذا يعني هذا التصرف؟ كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.